اهلا بكم من جديد في قناه حلم السفر مع الدكتوره علياء جاد. واليوم هنشرح منحه جديده في الامارات، لان معظمكم الفتره الاخيره كان بيطلب مني ان انتوا عاوزين منح اكتر في الدول العربيه، فانا حبيت ان انا البي طلبكم. ومعانا النهارده منحه جامعه زايد في الامارات، تعالوا بينا نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالمنحة. ولكن قبل ما نروح للشرح التفصيلي، ما تنساش تشترك في القناة عشان تحقق حلمك وهو حلم السفر. ورجعنا لكم من جديد على موقعنا. النهاردة بإذن الله هنشرح من على الموقع الرسمي الخاص بجامعة زايد. أول حاجة طبعا ما ننساش الدعاء لإخواتنا في فلسطين، وإن ربنا ينصرهم قريب إن شاء الله. في حاجة حابة اقولها بالنسبة للناس اللي بتقدم من خلالنا او عاوزة تقدم من خلالنا، ان احنا عاملين عروض الفترة دي، وان باب التقديم لمنحة الحكومة الروسية هيقفل بتاريخ 25/10. انا بتكلم على من خلالنا، لكن طبعا التاريخ المتوقع لغلق المنحة من على الموقع الرسمي الخاص بهم هو 1 نوفمبر. طبعا اي حد هيقدم من خلالنا الفترة دي هيكون في كارت او باركود هتبدأ ان انت تستلمه من فريق حلم السفر. ده هيديك خصومات. طب الخصومات دي عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة ان انت لو قدمت من خلالنا مرة تانية، سواء على ترجمة او شهادات او حتى عاوز قبول جامعي او اي حاجة من خدماتنا، هيكون في خصومات تصل ل25%. ده غير كمان لو حد تبعك وحابب ان هو يقدم من خلالنا وبدأ ان هو يبعت لنا الكود ده، هيبدأ ان هو كمان يحصل على خصم ويستفاد. حبيت ان انا اقول لكم الخدمة الجديدة دي عشان برضو تكونوا عارفين. ويلا بقى بينا نبتدي في شرح المنحة. اول حاجة انا بدأت معاكو بالصفحة الخاصة بالتواصل بجامعة زايد. طب ليه؟ عشان لو انتوا عندكم اسئلة او استفسارات انا ما ذكرتهاش في الفيديو، ممكن ان انتوا تتواصلوا معاهم عن طريق التليفون. هما طبعا بيتكلموا باللغة العربية، فالموضوع هيكون سهل. وخليك برضو عارف ان الجامعة دي هنلاقي حرم جامعي في ابو ظبي، وهنلاقي حرم تاني في دبي، لان هي الجامعة متقسمة او كليات متقسمة في المدينتين دول. هنبدأ كده نرجع مع بعض ونبدأ نروح للصفحة الرسمية. بتبدأ تفتح معانا الصفحة دي، واول حاجة بيجي معانا كده زي دليل الخدمات او الحاجات الموجودة في الجامعة. احنا طبعا اللي يهمنا دلوقتي المنحة، وان احنا نتأكد ان هي للطلاب الدوليين مش للطلاب الموجودين في دولة الامارات. فتعالوا مع بعض كده هننزل تحت، هنلاقي اهو طلب منحة دراسية. هنبدأ نشوف التفاصيل الخدمة عشان نتأكد مع بعض ان هي خدمة او للطلاب الدوليين. هنلاقي مكتوبة جميع الطلبة الدوليين، يبقى محدش يجي في التعليقات او في الكومنتات يبدأ ان هو يقول لي ده المنحة خاصة بالمقيمين او بالهم الاماراتيين. لا، المنحة للطلاب الدوليين، وتقدر ان انت تتأكد من الموقع الرسمي. تاني حاجة، هل في رسوم للخدمة؟ يعني وانت بتقدم الطلب هيتم دفع فلوس؟ لا، مش هيكون في اي رسوم، هو مكتوب لا يوجد رسوم. طب ايه مدة التقديم على الخدمة؟ يعني انت دلوقتي اما بتقدم الطلب هما بيقعدوا يفحصوه قد ايه؟ هما حسب ما بيخلصوا ما بيكونش فيه وقت معين، يعني ما اقدرش اقولك بعد شهر او بعد شهرين. هتيجوا تقولوا لي طب المنحة المعانا دي لدرجة البكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه؟ المنحة اللي معانا حاليا هي لدرجة البكالوريوس. الجامعة فيها طبعا جميع الدرجات العلمية، ولكن المنحة الحالية هي لدرجة البكالوريوس اللي هي المرحلة الجامعية او المرحلة اللي هي بعد الثانوية العامة. هتقولوا لي احنا عاوزين نعرف التخصصات الموجودة في الجامعة. هنبدأ ان احنا نروح مع بعض كده على الصفحة الرئيسية، لان دي اهم حاجة قبل ما نبتدي في عملية التقديم. تبدأ تظهر معانا الصفحة كده، بيبدأ يظهر معانا الكليات، ولكن انا هضغط معاكم على اللي هو يعرض المزيد عشان تكون كل التفاصيل واضحة مع بعضها. هنلاقي هنا التخصصات او الكليات الموجودة عندنا، البيزنس، في الاعلام، عندك السوشيال ساينس، الهيلث ساينس، فهتلاقي سواء حاجات علمية او ادبية. خلي بالك ان جوة كل كلية بيكون في تخصصات، يعني مثلا البيزنس او ادارة الاعمال او في مصر زي ما احنا بنسميها التجارة، هتلاقي فيها المحاسبة، المالية، التسويق. فعندك مثلا الهيلث ساينس هتلاقي برضو في كليات مختلفة، عندك زي البابليك هيلس، عندك حاجات ليها علاقة بالطبيعة او بدراسة علم البيئة، فانت بتشوف التخصص منها. هنيجي نرجع مع بعض، احنا خلاص اخترنا تخصص معين،
نبدأ ننزل تاني مع بعض ونروح على طلب منحة دراسية، هنبدأ فيه ابدأ الخدمة او ان احنا نبدأ فيه عملية التقديم. هو بيبدأ اهو يجمع مع بعض، بيبدأ يظهر معانا الصفحة دي، ولكن انا عشان مسجلة قبل كده فظهر معايا على طول. ولكن انت لو اول مرة بتسجل انا هبدأ ان انا اطلع برا واسجل معاكم من اول جديد عشان ما يكونش معاكم مشكلة او كده. هنبدأ ندوس على ان انت ما عندكش اكاونت ومحتاج ان انت تسجل دلوقتي، فهندوس هير وهنبدأ دلوقتي ننزل مع بعض كده ونبدأ هنقوم بتسجيل حساب شخصي وتسجيل حساب جديد. اول حاجة هندوس على اسم المستخدم، هتبدأ تكتب اسمك، بعد كده البريد الالكتروني، كلمة المرور وتأكيد كلمة المرور. نبدأ ننزل مع بعض، بيبدأ يسألك عن زي سؤال الأمان، قولي اسمك، أو تبدأ تجاوب على أي يعني سؤال من الأسئلة دي لأن هيحتاجها منك عشان يتأكد أن أنت نفس الشخص. بعد كده هتبدأ تكتب اسمك بالكامل باللغة الإنجليزية وباللغة العربية والنوع والجنسية، بعدين بيسألك هل أنت مقيم في دولة الإمارات، لأن أنت لو مقيم للأسف مش هتقدر تقدم على المنحة. بعد كده بتبدأ تكتب رقم التليفون والعنوان وتدوس هنا صح وتدوس على حفظ. فورا هتلاقي في رسالة على الايميل جات لك بتفعيل الاكاونت، هتبدأ ان انت تضغط عليها، هيجي لك على الشاشة علامة صح. هتبدأ ان انت ترجع تاني للصفحة الرئيسية اللي هي دي، هتكتب اليوزر نيم وليس الايميل، لان في لغبطة بتحصل في النقطة دي، لا انت هتكتب اسمك اللي انت كتبته مش الايميل. بعد كده الباسورد وهندوس على ساين، فانا هنا كتبت عليه وكتبت الباسورد وهنبدأ ندوس على ساين ان، بيبدأ ان هو على طول بيحمل الصفحة. بتبدأ تظهر معانا الصفحة دي، بتبدأ ان انت تدوس على ان انت عاوز منحة للطلاب الدوليين، بتبدأ تختار الاختيار الاول لان الاختيارات التانية ملهاش علاقة بينا او احنا مش عاوزين دعم او اللي هو خصم الاخوة او خصم العيلة، احنا ما عندناش افراد عيلة في الجامعة عشان ناخد خصم او ان احنا عاوزين ديسكاونت، لا احنا عاوزين منحة. خلي بالك المنحة دي على حسب تقديرك هما بيدوك المنحة، يعني هي فيها 100% 50% 25% زي كده في المنح التركية، اما على حسب ادائك الاكاديمي هما بيبدأوا يدوك التمويل. فانا ما اقدرش اقولك هي منحة ممولة بالكامل لان ده يعتمد على الملف الخاص بيك. هنبدأ من هنا نكتب البيانات الخاصة بيك، تبدأ تكتب اسم الطالب، تاريخ الميلاد، الاي دي ده بالنسبة لو كان حد في الجامعة دي قبل كده، لكن لو انت ما كنتش مسجل خلاص مفيش مشكلة. بعد كده انت ذكر ام انثى، الايميل بعد كده الايميل مرة تانية، او تبدأ ان انت تكتب ايميل اخر، وبعدين رقم الموبايل، بعدين رقم التليفون اللي هو الارضي، بعد كده الجنسية، وبعد كده الحرم الجامعي اللي انت عاوزه، هل انت عاوزه في دبي ولا ابو ظبي، ده طبعا بيختلف باختلاف الكلية اللي انت عاوزها، فانت لازم تبحث عن الموضوع ده. بعد كده بتبدأ انت تقول هل انت البكالوريوس الخاص بيك على النظام الامريكي ولا الدولي ولا البريطاني ولا ايه، فاحنا مثلا على النظام الدولي، تبدأ تقول الدرجات الخاصة بالايتلس او السات او كل الحاجات دي، ان عارفين الامارات بتهتم بالايتلس والسات. بعد كده بيسألك انت حابب بتبدأ الدراسة امتى، في السبرينج ولا الفول، يعني في الفصل الخريف ولا في الربيع. بعد كده بيسألك هل انت اخدت اي مساعدات داعمة قبل كده من الجامعة ولا لا، فاحنا بنقول لا. بعد كده بتبدأ ان انت ترفق شهادة التخرج، شهادة الايتلس او التوفل، صورة من جواز السفر وصورة شخصية، وبعد كده الحاجات دي حاجات بقى ايه زيادة، زي ايه ان انت تكتب مثلا عن الخبرات اللي عندك او تبدأ تكتب عن كورسات او اي حاجة داعمة ليك، بتبدأ ان انت ترفقها من هنا، او شهادات توصية او كل الكلام ده. بعد كده بندوس صمت، بس ولكن قبل ما ندوس على صمت تبدأ ان انت تدوس على علامة صح وندوس على صمت. هتقولي طب احنا لغاية دلوقتي ولا قدمنا على التخصص ولا كملنا بقية البيانات، اكيد دي مش كل البيانات اللي هتخلوهم يقبلوني، انت كلامك صح. هنبدأ ندوس على request list اللي هي دي كده مع بعض، نبدأ ندوس عليه. خلي بالك ان احنا حاليا بنقدم على الجامعة، يعني ايه؟ يعني احنا مش بنقدم على المنحة، انت بتقدم عادي، هما لو لقوا ان ملفك قوي او ملفك يسمح ان انت تقدم على الجامعة الخاصة بيهم هيبدأوا يبعتولك قبول مبدئي او اللي هو القبول المشروط،
ساعتها بيكون في حاجة اللي هي اليوزر اي دي هنبدأ نحن نسجله ورقم الطلب، وبعد كده من هنا الطلب الخاص بيك يعني تبدأ من هنا برضو تختار الحرم الجبان اللي هو ابو ظبي ولا دبي، وهل هو ميكسد او اللي هو مختلط ولا لا، طبعا على حسب الكلية اللي انت هتتقابل فيها. وبيكون في كود، كل الحاجات دي بتكون موجودة في الملف او في الورقة او في الرسالة اللي هم هيبدأوا ان هم يبعتوها لك. يبقى انت مش قبل ما تاخد القبول ده تقدر ان انت تقدم على التخصص اللي انت عاوزه، لا هم بيشوفوا انت مؤهل لايه او انت اصلا مؤهل للتقديم ولا لا. ساعتها من هنا بيبدأ يظهر لك البرامج المسموحة ليك او المفتوحة ليك ان انت تقدر تسجل عليه. احنا كده فهمنا النظام ماشي ازاي في المنحة دي. اول حاجة هتجيب قبول جامعي، بعد كده هتقدم على التخصص اللي انت عاوزه، ويبدأ يقول لك الخصم ان هما هيدهولك او يسمحولك بيه كام، 50 25 100 على حسب قوة ملفك. بعد كده ساعتها بتدوس ان انت خلاص هتقدم على طبعا المنحة دي من المنح المختلفة، ولكن عاوزاك تعرف ان منح الامارات عامة وقطر بيكون فيها النظام ده، ان انت بتقدم على القبول المبدئي او القبول المشروط ان انت تمام الجامعة موافقة فيك، بعد كده بنقدم على المنحة. وكمان بريطانيا بتكون نفس النظام، فانا حبيت ان انا اعرض لكم النهاردة منحة مختلفة عشان تبدأوا ان انتوا تتعرضوا لجميع طرق المنح، عشان بعد كده انت هتبقى عارف نظام المنح بيكون ازاي. وانا بكده اكون انهيت شرح منحة جامعة زايد في الامارات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش طبعا تشتركوا في القناة، ولو حابين ان انا اشرح لكم اي منحة اكتبولي في التعليقات وانا ان شاء الله هبدأ ان انا اشرحها. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.